تكريما لروح الفقيد محمد مجيد، نظمت المؤسسة المغربية للشباب المبادرة والتنمية اليوم السبت حفلا لفائدة 250 طفلا كانوا قد استفادوا الأسبوع الماضي من عملية إعذار جماعي. هذا الحفل دار بمناسبة 40 ديال الوفاة ديالو، الله يرحمه كان ديما كيهتم بالدراري الصغار، دونك أول حاجة بالنسبة ليه هو أن ذاك الدري الصغير يكون ضاحك ويكون فرحان. إذا باش نكملوا المسيرة ديالو فكرنا أنه أحسن حاجة نديروا ليه لوماج بها ونكرموه هو أنه دا الختانة للدراري الصغار. إذا درنا ختانة ديال 250 واحد من جميع الأحياء ديال الدار البيضاء، خصوصا الدراري الصغار اللي من عائلات محتاجة اللي ما قدروش. عندنا ديال الدراري 9 سنين وما قدروش يختنوا ولادهم علاش؟ لأنه التكاليف ديال الختانة جاتهم شوية صعيبة. قررنا ايضا ان نديروا الحفل هذا الحفل لان كل عائله بالنسبه للطقوس المغربيه هو انا ملي كيتختن خاصو دير ليه الحفل ديالو. الاحتفاء كان وسط أجواء تراثية مستوحاة من التقاليد المغربية الأصيلة التي تصاحب العادات عند الأسر المغربية. سقط الخبر على هذه المبادرة يعني، وجيت قيدت ولدي واستفدت هو من المواطنين يعني، ومبادرة زوينة، وكنشكروا الناس اللي مساندين في هذه المبادرة وكنتمنوا لهم النجاح في العملية لهم. كما استفادت الطفلات من عملية ثقب لأذانهن. لحظات احتفالية تبان تقبلها شحال هذه، ودابا جات هذه المناسبة وتقبلت لها ودني، الله يجازيكم بخير. إضافة إلى ذلك عرف الحفل الخيري توزيع مجموعة من الكراسي الإلكترونية على فئة المعاقين، مبادرة كانت دأبت هي الأخرى على تنظيمها الجمعية سيرا على نهج رئيسها المؤسس محمد مجيد. أنا سمعت هذه الجمعية هذه كتبادر في المعاقين اللي هما ما كيتمشاوش واللي هما يعني في حالة عياء وصحة ماشي زعما صحتهم جيدة وداك الشيء. اليوم كتكون هذه المبادرة هي المبادرة الوطنية للبشرية، بغيت نستافد الكروسة المتحركة لبنتي اللي هي ما كتمشاش خالص كريمة وعندها في السن ديالها دابا 28 عام. الحفل يعد تكريما لروح الفقيد محمد مجيد الذي وافته المنية في مارس الماضي. الفقيد كان رائدا في العمل الجمعوي ويعود له الفضل في إنشاء المؤسسة المغربية للشباب الحاملة لاسم المبادرة والتنمية.